السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ احلى اخوات في الدنيا دي كلها. وحشتونا جدا 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 جدا. كل سنه طيبين ورمضان يا رب كده يقعد عليكم ان شاء الله بالخير. ايه ده رمضان جاي مش معقول. خلاص احنا كلها كام يوم عشان نعرف نعمل تحديات. طبعا يا جماعه احنا هنلحق نفسنا بقى ايه عشان احنا التحديات دي هتخلينا كده. عارفين يا جماعه اقول لكم بقى على معلومه سر بقى. ندى قالت لي الفتره اللي جايه دي بنلعب على التحديات عشان احنا داخلين على جوائز فلازم ناكل عشان انا قلت لك كده والله. أيوة. انا بقول له الفتره الجايه احنا عايزين نخف التحديات عشان داخلين على جوائز. بكابوزتي قلبك بكابوز. أيوة. المهم يلا ما نعمل. بصوا يا جماعه الحواوشي ده دول 20 رغيف 20 رغيف تمام. المهم المفروض ان محمود 10 وانا 10 تمام. المفروض ان اللي ياكلهم يكسب بس محمود مش حابب كده لان محمود ليه كرش كبير ومفجوع وبياكل بسرعه. محمود طالب مش عدد. محمود عايز اللي ياكل اكتر. يعني محمود ممكن ياكل 15 رغيف وانا 5 عشان خاطر ايه هو مش عايز كل واحد 10. أوه. مش عايز كل واحد 10 عشان عايز اكمل من بتوعي. فاهمين؟ انا عارفه دماغه انا عارفاه. ركزي معانا بقى. طب يلا اللي ياكل كميه اكتر بس اللي ياكل كميه اكتر. اه بص يا جماعه كاتشب شيبسي بيبسي مخللات طبعا تقوم مخلل ده مع الحواوشي. انا ماليش في المخلل قوي بحب اكتر الكاتشب. هو مش عارف حواوشي ولا عيش بلحم بس هو انا قلت له الراجل. طب يلا ماشي في تايم هنبتدي 1 2 3. يلا بينا بسم الله. ده كعول تعال لون الكاتشب ده مش حلو ليه؟ شكل الصوص عندك خلصان. 20 كتير يا جدعان يا نهار اسود. هو تقيل. عايزين ندخل يا ندى. لا تعال تعال بيه قوي. جايب لك دبس عشان بتحبيه. انا هرمه انت كاتشب المفرمه جوه مش عايزه تشتغل ليه؟ الواحد بقى يبلع من غير ما ينضف. هو لسه صفحه بالاكل. يبقى انت حامل. لا التحديات ما بتخليش الواحد يستطعم. عفوا انا في الثاني ندى. ايه ده مش كاتشب؟ لا ما بحبوش بكاتشب. اقعدي انت بالبيبسي بتاعك وشيبسي واقعدي العب. يا عبيطه ما انا ممكن اشبع وانت تكملي. انت اللي زيك بيشبع. ايوه انا بشبع. انت طول ما قدامك اكل بتاكل طول ما قدامك اكل بتاكل. دي حاجه حلوه. انا بموت باكل التاني بموت. قلت لك نجيب 5 ولا 10 بس. عايز انا دلوقتي باكل 15 جنيه. على فكره يا جماعه العقابات كلها بتبقى في اخر الفيديو. هو اللي عاقبني بالون شكله. في تحديات انا هكسبها فيها وضامنها مليون في المية من اي قايلة قولي. وفي تحديات حوار ولا تعبت انت ما بتتعبش؟ بطنك شروقة؟ اسألوا اخواتك اي حتة بيحصل هياكل اي حتة حتى لو لسه واكل. الحمد لله. بشوف الاكل بيجوع يعني محمود دلوقتي كل ثلاثة زمان شايف الاكل لسه جعان اكل ما كلتش. ابي خدي بالك مني لما ارجع.
تقيل تقيل في البق. انا ما عنديش حاجه تقيله. بقى بقى قد كده بس في خرم من جوه قد كده حقيقه. اه يا انا عايز اقول لكم ربنا يستر علينا. لا بموت. تنفع يعمل التحدي اللي يخلص البيت في الشيف الاول؟ اها دي ملعبك. طبعا سامعين صوت الانابيب ولا انا عايزه اقول لكم انا في منتهى الحياه جدا. شوف مش من اي حته شبرا وبستر ينفع نروح نرجع الحوش ده يا راجل؟ الباقي؟ مش هيرجع مش هيلحق اصلا. عشان هاكله. تحدي والناس بتقول لنا اعملوا تحديات. دوسي. وانت جاي شبعان جعان قصدي النهارده؟ مش هرد عليكي. عايزه تأخريني. خلاص؟ وحياة ربنا؟ أموت. انت ايه؟ اوقف؟ ماشي. هوقف اصبر. خلاص. هوقف اهو. جربوا تجيبوا الحواوشي ده وكلوا اتنين مع بعض. ده الراجل بقى قد كده كل وطنه قد كده. كل زوره ما عندوش الحته دي ما عندوش اللي هو العظم ده عنده الحته دي مفتوحه كده فاضيه. بيبلع بيندقش حتى. كدابه لو تابعوني هنقول ما ياكلوا. خلاص. خلاص انا الخسران. انا الخسران. دبقت شراوي يا محمود. اتبقى 11 وانا واكله منهم 3 يبقى محمود واكل كام؟ 7. ازاي 7؟ 6. 6. انا ضارب 6 وهي معلمه ضربه 3. شكرا. اي خدمه يا جماعه. ادي كده التحدي. استنوا بقى بعد الفاصل. مفيش قبول لا نا والله العظيم. واوريكم العقاب. مش هشرب خل. البيبسي اللي بتعشقه هو اللي هيبوظ جسمها بعد الشر. في كوبايتك كوبايتك. خل. ما انت ضربتي. عايز ايه يا حبيبي؟ خل. ماله؟ بيبسي. وده خل. مش هشربه حتى لو عقاب. عقاب عقاب قدام الناس. بصوا انا عاتبته وحته ماله. والله فاتح القمر. محمود غبي. محمود بس كفايه. ايه ده بس. انت متخيل انت حطيت قد ايه؟ ماليش دعوه. وكتاب الله يا جماعه ده ملك كوبايه. ماليش دعوه. اضرب. اضرب؟ اضرب انت. اضرب انت. مش هطلع معاكي في التحديات تاني. طب تطلع. ده تحدي قدام الناس. لا والله ابدا. مش هطلع معاكي. لازم تنفذي النقاب. العقاب. هاخد بق. بق ايه؟ لا مش هاخد بق ايه؟ بق ايه؟ لا مش هاخد بق ايه؟ فيها ضرر؟ اكيد طبعا. لا ما فيهاش ضرر. والله العظيم ممكن تموتني. لا. والله ممكن تموت. الله اعلم بقى المهم نخلص. السودا بيبقى فيها حاجات وتخلي بيبقى فيها حاجات ثانيه. خدي بق. ممكن يحصل لي تسمم. والمصحف؟ والله لا بلاها خالص يوم. لا هاخد بق. خدي بق وموتي.
لو قلت انا ميتة عنده هاي اي كلام اي كلام بتسمعوه بيني وبين ندى ده هزار ما بيننا، احنا بندلع بعض كده. ريحتها خلى على بيبسي ده دلع ما بيننا عارفين يا جماعه لما بتيجوا مثلا العيل يكبر فبتعجبوه مثلا اللي هو عايز يمسطر ده عايز يمسطر ياخد من بزازه تقوم ايه حاطين له اي طعم يلا ما فيش عقاب ابطل البيبسي فحط لي خل. طب يلا الله بيعرفني فيه دين 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 ارفع بق. لا ما حصلش اضربي بص على الشريط خد لا اصلا طعمها بيبسي اكتر بق بس خلاص طعمها بيبسي اكتر يا راجل لا بهزر طعمها خل طعمها خل اوعي لا ماليش دعوه انا مش مسؤوله لا يا لهوي بس خلاص لا والله ما عشت والله العظيم ثلاثة حرام اضرب طعمها خل حادق طعمها خل يلا بقى كمان لا مش يا جماعه والله العظيم ده ظلم كده خلاص يا ست انا مسامح بس هي شربت برضه بيبسي بخل لا شربت والله العظيم كنت حاطط في الكوبايه اللي فاتت وشربت يلا يا ندى اشربي بدل ما وربنا هيديك عقاب جديد ده انا كسبان من حقي يا جماعه اقسم بالله والله لازم لك لو كسبت والله من حقي والله لازم لك والله لازم تحدي انا المره اللي فاتت طلعتني وعمال انا عملت طب ما تيجي تعملي انت نفس العقاب ده لا مش هعمل كل واحد وعقاب ايوه بوف ما تنسناش والله كل اشتراك واستنوا التحديات الجايه الجديده امسحي فيا كمان معفنه يا رب ده حميت نفسي ما تنسناش لايك وشير وفعلوا زر الجرس يلا بابا